السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل كاش سيكشن على برنامج بيم فيجن؟ برنامج بيم فيجن برنامج مجاني، لكن الادنس اللي عليه بفلوس. فانا سطبت ادنس اسمها كلاش سيكشن، هحط لك الرابط اسفل الفيديو. فاول ما بيفتح بيقول لك انت هيظهر لك بس ده ديمو، فهيظهر لك 10 نتائج بس اول 10 مرات تعمل فيهم الكلاشات. وبعد كده بشوف المسافة اللي انت سامح بيها، يعني لو كلاش مليمتر عديها، 9 مليمتر عديهم، بقول له كالكوليت. فبيبدأ يزرهم لي بالشكل دوت. هنا بقول له وريني الكلاشات، وهنا بقول له اعمل زوم على الكلاش. اول ما اعمل سيلكت على واحد فيهم بيبدأ يعمل زوم عليه. هنا فيرست جروب، يعني ايه فيرست جروب؟ يعني ممكن اقول له انا عايز على كل حاجة، او الاكتف او سيلكت. لو انا عامل سيلكت على مجموعة معينة هقول له اعمل للمجموعة دي بس. كاستم سيلكت اوبجكت ليست، تبدأ تختار منها الريزولت اهيت. تمام، هو جايب لك 10 كلاشات بس، لان دي نسخة تجريبية. في لو انت شاريها هيجيب لك بقى الكلاشات كلها، اعتقد ان كان عددهم بالمئات. تمام، بعد كده ممكن تعمل اكسبورت كملف اكسل فيه المشاكل، او صور للجاليري بلجن، او اي اف سي كومنت بي سي اف، يجيب لك علامات كلاود على المشاكل تقدر تدخلها جوه البرنامج الاركيكاد او ريفيت او اي برنامج من البرامج اللي بتعمل الموديل. دي فكرة ان احنا قدرنا نوجد الكلاشات بسهولة جدا في قلب البرنامج من خلال البكرة بتاعة الماوس. تبدأ تعمل زوم بالشكل دوت، وهنا بتلاقي قائمة بالمشروع بحيث ان انت تقدر تخفي وتظهر اللي انت عايزه.